ميليشيات الحوثي الانقلابية تشدد إجراءاتها الأمنية والرقابية على مسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام أو المناطق الجنوبية خشية فرارهم إلى مناطق شرعية. مصادر أمنية في صنعاء كشفت أن الميليشيات فرضت حراسات وسائقين من عناصرها على شخصيات من خارج جماعة الحوثي، بينها يحيى الراعي رئيس مجلس النواب الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية. فيما يواجه وزراء الجنوب في حكومة الانقلابيين مضايقات وإجراءات مشددة بعد تقديم ناصر باقزقوز وزير السياحة استقالته ومطالبته بالسماح له بمغادرة صنعاء بعد تعرضه لتهديدات من القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين. إلى جانب باقزقوز يشكو أحمد القنع وزير الدولة في حكومة الانقلابيين من سوء المعاملة وتهديد الحوثيين وتشديد الإجراءات الرقابية، إضافة إلى غازي أحمد علي الأحول وزير التعليم الفني والمهني. ميليشيات الحوثي أقدمت خلال اليومين الماضيين على اعتقال 30 ضابطا من الحرس الجمهوري سابقا موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح للاشتباه بنيتهم الخروج من صنعاء والانضمام إلى القوات التي يقودها طارق صالح الذي يشارك بها في معارك الساحل الغربي في الحديدة بالتنسيق مع قوات التحالف. حوادث اعتراض الزوارق الإيرانية للسفن في الخليج العربي تعود إلى الواجهة من جديد، فمع تضييق الخناق على طهران وصادراتها النفطية تجد زوارق الحرس الثوري في السفن أداة لابتزاز المجتمع الدولي بتهديدات لتعطيل الملاحة الدولية. الحادثة هذه المرة استهدفت مدمرة بريطانية. ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري احتكت بالمدمرة وثلاث سفن بريطانية مرافقة لها قرب مضيق هرمز. بحسب صحيفة تلغراف، كانت سفينة HMS دراغون التي تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط تبحر عبر الخليج العربي. أوقفتها الزوارق الإيرانية التي كانت محملة برشاشات وطالبتها بالابتعاد. خمس صافرات متتالية أطلقتها المدمرة كإنذار دولي بوقوع اشتباك كانت كفيلة بابتعاد الزوارق الإيرانية. نهاية الشهر الماضي لوحت إيران بتجديد استفزازاتها للبحرية الأمريكية التي توقفت منذ تولي ترامب الرئاسة. نشرت وسائل الإعلام تسجيلات تظهر اعتراض زوارق الحرس سفناً أمريكية بالخليج العربي. سبقت التسجيلات في الشهر ذاته إجراء الحرس الثوري مناورات جوية وبحرية في مياه الخليج وبحر عمان في إطار محاولات استعراض للقوة قبيل وجبة جديدة من العقوبات الأمريكية. حنين الشولي، العربية. خطة شاملة تعدها الحكومة اليمنية لتقييم عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعدما أكدت تقارير أن هذه المنظمات انحرفت عن أهدافها الإنسانية لمصلحة الحوثي. مصادر أكدت أن الحكومة ستعقد لقاءات مع هذه المنظمات في عواصم عربية لمراجعة أعمالها، ومن ثم العمل على تعديل مسارها بما يخدم الأهداف الإنسانية التي وجدت لها في اليمن. المصادر أفادت أيضاً بأن المسؤولين في الحكومة الشرعية بدأوا بإعداد هذه الخطة لمراجعة أداء وتقييم المنظمات الدولية ووضع برنامج للمراجعة الشاملة وتحديد سياسات كفيلة بتفعيل أدائها بعيداً عن أجندة الحوثي، إذ إن التقارير الأخيرة أكدت وجود خلل في أداء عمل هذه المنظمات وأن برامجها الإنسانية والإغاثية تخضع للميليشيات بشكل مباشر من خلال تسخير المعونات الدولية من أجل خدمة أهدافها. وكانت الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء عملت على تقييد عمل المنظمات ومنعت أي تحركات إلا بموافقة الجماعة وفرضت عليها عناصر لتسهيل التحكم بها.
كما أنشأت هيئات مهمتها التحكم بالتحركات الإنسانية والإغاثية. وكانت التقارير أكدت أيضاً أن غالبية سكان صنعاء لم يتلقوا أي مساعدة غذائية خلال السنوات الأخيرة منذ سيطرة الحوثي على صنعاء، وأن هذه المساعدات تذهب إلى أتباع الحوثي، وسط مطالبات متكررة من الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية والأممية بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن. هناء فواز، العربية. أبشع الانتهاكات ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن. العديد من المراكز الحقوقية أكدت اختطاف الحوثيين لأطفال من مدارسهم أو منازلهم وأخذهم عنوة للزج بهم في جبهات القتال. اختفاء الأطفال دون سن 15 صار ظاهرة منتشرة في مدينة ذمار وسط اليمن، واتهام الأهالي يشير إلى جهة واحدة هي ميليشيات الحوثي. الطفل جبران قايد ذو 10 أعوام اختطفته الميليشيات من أمام منزله في حي الجمارك بمدينة ذمار إلى مكان مجهول، ما أثار استياء سكان المنطقة الذين ناشدوا منظمات الطفولة المحلية والعالمية للتحرك لحماية أطفالهم من هذه الانتهاكات. جبران ليس هو الطفل الوحيد، وهو ضمن آلاف الحالات التي تروي مأساة أطفال اليمن مع جرائم الميليشيات الإنقلابية، والتي تتنوع بين القتل والتجنيد الإجباري والحرمان من التعليم، كما أنها تستغلهم في جبهات القتال كدروع بشرية وتدفع بهم لزراعة الألغام. عماد الدين همام، العربية. راوغوا ولم يحضروا في جنيف ومستمرون في مراوغاتهم في صنعاء. المدينة اليمنية هي اليوم الشاهد الأقوى على أحدث فصول الانتهاكات الحوثية الانقلابية، فبين أزقة المدينة وفي حاراتها يسعى الحوثيون للتحضير لورقة ابتزاز دولية. مصادر محلية تنقل وتؤكد التفاصيل وتقول إن الحوثيين يحاولون التشبث بقيادات حزب المؤتمر الشعبي التي كانت في السابق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، لاستخدامهم لاحقا كورقة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. بالترهيب والضغط يجبر الحوثيون هؤلاء على البقاء تحت الرقابة الشديدة خوفا من انشقاقهم وفرارهم إلى صفوف الشرعية والتحالف. مخاوف وقلق في تصاعد في صفوف الحوثيين، خاصة بعد إطلاق التحالف دعوته لكل الراغبين من قيادات حزب المؤتمر والحرس الجمهوري السابق بالتواصل معهم لتسهيل خروجهم من تحت جناح الحوثي الانقلابي. تضييق الخناق على من تبقى في متناول سلطته هي الاستراتيجية المتخبطة التي يلجأ إليها الحوثي للمواجهة، لتزداد عمليات الرقابة والاعتقال بحق أي صوت يتجرأ على المعارضة. تخويف حوثي يفشل في إخماد نيران الغضب والاستياء. ومع المظاهرات النسائية التي خرجت قبل أيام إلى شوارع المدينة رفضاً لممارسات الحوثي وانتهاكاته، سوى دليل آخر على أن السحر قد انقلب على الساحر، وأن الأوراق باتت مكشوفة للداخل قبل أن تكون للخارج. اعتقل الحوثيون العشرات من النساء حينها، ولكن الدوامة لن تتوقف على إيقاع التدهور الاقتصادي والمعيشي المستمر. فقبل النساء خرج الطلاب، وبعدهن سيخرج آخرون، تقول المؤشرات وتؤكد المصادر المحلية. يا
يقوم لواء الثالث عروبة برفد جبهاته بدفعتين متتاليتين، الدفعة الأولى متخصصة بتأمين المناطق الجبلية، أما الدفعة الثانية فتنقسم إلى قسمين، القسم الأول لتأمين القرى المحررة والقسم الثاني للتعامل مع الألغام التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية المدعومة إيرانيا بكثافة. الاستعدادات جاهزة والأمور مبشرة بخير، وأن احنا ستسمعون مآثركم. هذه دفعة جديدة خضعت لجميع أنواع التدريبات، ومعانا يعني بإذن الله عمليات ستخليهم هؤلاء القادة الموجودين كامل أسرى وقتلى. الفصل الأخير من عملية قطع رأس الأفعى أطلقه اليوم قائد لواء العروبة بعنوان طوفان صعدة، يتزامن مع تخرج دفعتين من الجنود المتخصصين بحرب الجبال مع تدشين الجهد الهندسي لإزالة الألغام. محمد العرب، قناة سكاي نيوز عربية، محافظة صعدة. في قرى المنزالة والسلام على مقربة من جبال مران، على مقربة من جبال رازح، تعتبر السلسلة الجبلية الأشد وعورة، تم السيطرة عليها من قبل لواء قوات خاصة ومكافحة الإرهاب. نضعكم في صورة المشهد العسكري. منذ الوهلة الأولى لبدء دخول لواء القوات الخاصة إلى جبهات القتال، بدأ في منطقة مركز جلاح، ومن ثم تم السيطرة على كثير من التباب حتى وصل إلى تبة عب عقال، ومن ثم طهر قرية ضبيرة والردحة، ومن ثم قرية أم ذنب، ومن ثم معسكر الكمب البريطاني، ومن ثم وصلنا إلى هذا المكان والذي هو مواقع السلام وقرى المنزالة. أصبح الآن العدو منهار، أصبح الآن لا يوجد عدو فعلي قتالي إلا بشكل عصابات، ونحن الآن نستخدم نفس التكتيك الذي يستخدمه هو. معي ركن التوجيه المعنوي والإعلام في لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، أين نحن الآن تحديدا؟ ما أهمية تواجدنا في هذا المكان؟ أهمية كبيرة جدا لإعلام العدو الحوثي أين نحن، ونحن قريب منه لا نبعد سوى خطوات. هذا كوبري المنزال الذي تعدل، هذا محطة المنزال الوقود، وهذه جبال مران، بداية جبال مران أمامنا، وهذا خزان المياه التابع لمنطقة المنزالة، تحريرها وتطهيرها وقطع شرايين رئيسي الذي يأتي من الحرض، هذا هو أمامكم الخط الزفلت الذي يذهب إلى الملاحيض، غير الخط الذي سبقناه أمس وفي الخرشع الذي تم قطعه. نحن قادمون بكل قوة. مع المقدم طاهر العولقي هنا في محطة وقود المنزالة، أولا أين نحن الآن؟ وما هي معنويات الجنود المشاركين في هذه الجبهة؟ نحن الآن في الخط الدولي اللي يقطع بين الملاحيض وهرض، ونحن الآن أمام كوبري المنزالة، وأنا أمام جبال مران. المعنوية معنوية عالية، وما وصلنا لهذا المكان إلا المعنوية الأفراد والضباط وقايدهم عادل بن علي، وحمد لله سوف نستمر والمعنوية عالية. من أمام اللوحة الإشارية في مديرية الظاهر في محافظة صعدة أنهي جولتي الخاصة مع لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب. محمد العرب، سكاي نيوز عربية، مديرية الظاهر، محافظة صعدة. في طريقنا إلى الأحياء الجنوبية من الملاحيض في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. الطريق الذي يمتاز بالوعورة يزداد صعوبة مع هطول الأمطار الموسمية في مديرية الظاهر. نحن جنوب الملاحيض بالتحديد في قرى المدغوي والجزمية، بعد أن سيطر جنود الشرعية عليها بدعم من تحالف دعم الشرعية من الجو والبر. كما تشاهدون هنا أشياء كانت تدل على تخندق الميليشيات والتحصنهم وأوهام قوة التحالف، ولكن تعامل الوحدات العسكرية هنا وإسناد من قوة التحالف تم تدمير كل ما كان يتحصن فيه الميليشيات من مخازن وذخائر. استراتيجية عسكرية تعتمد على الردع الاستباقي تنتهجها القوات المرابطة هنا
لهذا تفشل الميليشيات المرة تلو الأخرى من استعادة المناطق التي خسرتها في محيط الملاحيض. محمد العرب، سكاي نيوز عربية، محافظة الصعدة. ضربة جديدة تتلقاها الميليشيات الحوثية الانقلابية بمصرع واحد من أبرز قياداتها التي تعول عليهم في أرض المعارك. ففي غارة محكمة لمقاتلات التحالف العربي لقي القيادي الحوثي زكريا يحيى شرف الدين المعروف بأبو يحيى وخمسة عشر من مرافقيه مصرعهم في منطقة الكيلو 16 شرقي مدينة الحديدة. وعلى الفور حاولت الميليشيات الحوثية إخفاء نبأ مصرعه لما يمثله من ثقل في جبهات القتال وخوفا على معنويات مسلحيها، لكن سرعان ما انتشر خبر مقتله. ويعد أبو يحيى من أبرز القيادات الميدانية الحوثية التي كانت تعتمد الميليشيات عليهم في صد تقدم قوات المقاومة اليمنية، كونه من القياديين الذين تلقوا تدريبا مكثفا في لبنان وإيران والعراق. وعلى صعيد متصل جددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات داخل مدينة الحديدة، اشنت غارتين على تجمعات الحوثيين في جوار فندق الجزيرة العربية بمديرية الحالي، كما استهدفت بغارتين تجمعات وآليات في منطقة 7 يوليو أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. أما في جبهات القتال في تعز فقد اندلعت مواجهات شرسة عقب إحباط قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل للميليشيات الحوثية إلى مواقع عسكرية في وادي الزنوج وعصيفرة أسفرت عن مقتل وإصابة 30 عنصرا من المتمردين. وفي جبهة القبيطة شمالي محافظة لحج أكدت مصادر عسكرية تحرير سلسلة تباب أريام وصولا حتى نجد قفل بعد فرار عناصر الميليشيات باتجاه مدينة الراهدة قبل أن تلجأ إلى تلغيم بعض المناطق في الكعبين وجالس محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني. كفاح يومي يخوضه هؤلاء الأطفال، لكن ليس في مقاعد الدراسة كما يفترض، إذ يفترض هذه يبدو أن لا مكان لها في زمن الميليشيات. رحلة العناء هنا تبدأ صباحا وتدوم اليوم كله في معظم الأحيان بحثا عن قطرات ماء تروي عطش هؤلاء النازحين وأهليهم. هنا في حيران بمحافظة حجة تعاني مئات العائلات شبه انعدام في مياه الشرب فضلا عن المياه اللازمة للاحتياجات الأخرى. نعاني من شحة الماء هنا وسبب قطع الديزل وسبب العانة هذه كلها والله سببها ميليشيات الحوثية اللي سبب لنا هذه الأزمة وهذه المعاناة لنا أكثر من 4 سنة، ما يقارب 4 سنة. حصرت الميليشيات عشرات القرى في حرض وحيران ومنعت وصول المياه والمشتقات اللازمة لتشغيل مضخاتها، فنزح أهلها إلى مناطق محررة علهم يجدون ما يروي عطش أطفالهم ويقيهم الموت ظمأ تحت حراب الحوثيين. نحن نعاني من الماء، نحن نازحين، وشوف هذا الناس اللي يردون معنا وناس راح يلعبون، احنا نروح نعبي ماء. في طلب الماء يقضي هؤلاء الأطفال جل يومهم سعيا إلى هذه البئر التي زودها مركز الملك سلمان بالطاقة الشمسية لتصبح مصدرا وحيدا لمياه الشرب في هذه المنطقة. معاناة طال أمدها بعد أن بدأت عقب الانقلاب الحوثي ولا تزال مستمرة بانتظار انتهاء وإزاحة الانقلاب وميليشياته.
إشادات عدة وجه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى المملكة العربية السعودية لما تقدمه من مساعدات إنسانية لليمن، مثمنين جهود الحكومة الرشيدة عبر البرامج التي وضعتها لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي. مساعد الأمين العام لشؤون الإنسانية مارك لوكوك حذر من وقوع أكثر من 3 ملايين شخص في دائرة هذا الخطر الذي ما كان ليكون لولا تعنت الحوثيين الرافضين لأي حل سلمي ينهي هذا النزاع. التقييمات التي أجريت منذ عام حددت 107 مقاطعة تعاني من خطر المجاعة من أصل 333 مقاطعة في اليمن، وتم تجاوز عتبتين على الأقل من عتبات 3 فيها، أو نحن على وشك أن نتجاوزها. التقييم الإضافي جار حاليا في البلد، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية في منتصف نوفمبر. الجانب اليمني الذي حضر الجلسة ممثلا بنائب المندوب الدائم أكد أن ما يتعرض إليه اليمن اليوم ما هو إلا نتيجة انقلاب غاشم على الدولة اليمنية واختطاف جميع مؤسساتها المدنية والسيطرة من قبل ميليشيات عقائدية متطرفة لا تعي أي معنى لحقوق الإنسان. لم تكتفي الميليشيات بهذه الجرائم وحسب، بل ذهبت للاعتداء على فرق الإغاثة وموظفي العمليات الإنسانية وبشهادة من القائمين على هذه المنظمات، حيث قامت باحتجاز ومنع دخول 84 سفينة إغاثية ونفطية واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر ونهب أكثر من 696 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، وتقوم بالمتاجرة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في السوق السوداء ومقايضة الفقراء بها مقابل القتال في صفوف تلك الميليشيات. في كل صراع على الأرض تكون القطاعات الاقتصادية الضحية الأولى، قال الأعضاء. وفيما يتعلق باليمن تحديدا، أصبح على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة يجب تحملها من خلال دعم الحكومة اليمنية وضمان نجاح سياستها الهادفة لوقف النزاع المسلح الذي تسببت فيه إيران وميليشياتها الإرهابية. نشيد بالدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في دعمها للبنك المركزي اليمني مؤخرا من خلال الوديعة المقدمة والبالغة 200 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي ما ودعته في البنك المركزي اليمني حوالي 3.2 مليار دولار. هذا بالإضافة لقيامها مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 70 مليون دولار كدعم لرواتب المعلمين في اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف. لطالما قامت تلك الميليشيات بجرائم أبعد من ذلك، معتدية على فرق الإغاثة وموظفي العمليات الإنسانية وسرقة المعونات الغذائية وأحراق مخازنها بهدف تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه، ما يجعلها المسؤول الأول عن المعاناة التي أشار إليها لوكوك في إحاطته إلى مجلس الأمن. انتهت الجلسة بالمطالبة بدعم جميع الحلول السياسية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بما يضمن سيادة اليمن ووحدة أراضيه. حسين إبراهيم للإخبارية من أمام مقر مجلس الأمن الدولي، نيويورك. لا غرابة أن تلجأ ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى تعذيب النساء وحبسهن، وهي تصرفات لم يعتد عليها أبناء صنعاء أو الشعب اليمني، لكنها أصبحت عادة حوثية تطبيقا للانقلاب بكل أشكاله. تم التهجم علينا في ممر الجامعة أو ممر الكلية، كلية الشريعة والقانون. تمت المناوشات بيننا احنا وجماعه الحوثيين بالاصح الزينبيات، فيعني طلعنا الى وسط الكليه اثناء محاضره يعني عشان نحتمي بالعميد، وهناك تم يعني الايقاع بنا بالضرب بالصمول والكهرباء ومحاوله يعني الطعن بالخناجر. هذا كله طبعا لانه احنا كنا يعني مجمعات او ننوي الخروج للمظاهره الجيع بعد ان ضاقت بنا الحال او بنا الحال يعني ضاقت بجميع الموجودين في صنعاء والجمهوريه بشكل عام.
فحاولنا أن احنا نطلع نغير نطلع صوتنا نتكلم عن اللي بيحصل، وللأسف يعني واجهنا يعني قمع بشكل رهيب. أزال علي طالبة جامعة صنعاء تعرضت للضرب والتعنيف والاعتقال مع صديقاتها فقط لعدم قبولهن بالوضع الراهن من الجوع والخوف والترهيب. بعد أن تم تهديدي بالقتل يعني يعني بشكل يعني رهيب يعني في الجامعة، البحث عني في الجامعة، تهديدي عبر الرسائل وعبر يعني الفيسبوك والرسائل الجماعية وهذه الأشياء، بعد أن تم البحث علي يعني حاولنا أن احنا ندبر وخرجت إلى مأرب الأمن والأمان. طبعا أزال علي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة من الجنسين ممن طالتهم يد الملشنة والقهر والتعذيب، لكن الشعب اليمني صامد لن يقبل بأقل من زوال عصابات إيران. ربما لن تكون قصة أزال علي هي الأخيرة في حلقات ومآسي الحوثي ضد الناس في اليمن. الشيخ جمال المعمري قبل ذلك وقبله الكثير والكثير. وهنا نسأل السؤال العريض، أين منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عن هذه الممارسات وهم يطبقون بلا شك؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت. ناصر حبتر، موفد قناة الإخبارية، اليمن. الحديدة، ما إن تتحرر منطقة فيها إلا وسارعت الميليشيا بقصفها واستهداف المدنيين. أكثر من 20% من أراضي هذه المحافظة البحرية تم تحريرها من قبل الجيش الوطني وبإسناد تحالف دعم الشرعية، لكن الميليشيا الحوثية تبدأ بنصب مدافع جوار أي منطقة تتحرر. بشكل شبه يومي يسقط العديد من المدنيين بين شهداء وجرحى بنيران الميليشيا، خصوصا القصف المدفعي، كما رصدت مصادر إعلامية أكثر من 1000 ضحية بين المدنيين. وتعد الألغام التي زرعت الميليشيا عشرات الآلاف منها في حيس والتحيتة والدريهمي وجنوب مدينة الحديدة أكبر عائق للمواطنين والأسر، وحصدت الألغام أرواح المئات وجرحت آخرين، خصوصا تلك الأسر التي تحاول العودة بعد النزوح. هذه الانتهاكات التي تضاعفت على سكان القطاع الساحلي جعلت استكمال تحرير المحافظة ضرورة حتى تنتهي معاناة القصف اليومي الحوثي. عشرات الآلاف من أهالي الحديدة لجأوا للنزوح بعد تهجيرهم من قبل الميليشيا الإنقلابية، فيما نزح نسبة منهم إلى تعز على الرغم من الدمار والقصف الذي تتعرض له. يعيش سكان الحديدة بين قصف ميليشيا الحوثي الإنقلابية وألغامها، فيما نزح البعض منهم إلى تعز التي تعرضت لدمار كبير بنيران الميليشيا ذاتها. بلال صبر، الإخبارية، تعز. تصاعدت حدة الصراع بين قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وأريافها على الموارد المالية التي يتم جبايتها من رسوم الضرائب والخدمات، على الرغم من مساع سابقة لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لتوزيع الحصص بين هذه القيادات. فالقيادي الحوثي المعين محافظا لصنعاء حنين قطينة يخوض معركة شرسة مع القيادي الآخر المعين أمينا عاما للعاصمة حمود عباد على الموارد التي يتم جبايتها، إذ يطالب الأول بنصيب أكبر من هذه العائدات، وهو الأمر الذي يرفضه عباد بحجة أن صلاحيات قطينة لا دخل لها بموارد مدينة صنعاء وتنحصر فقط في أريافها. فقد استطاعت الميليشيات خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي جباية أكثر من 100 مليار ريال من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء، وأغلب هذه المبالغ لم يتم توريدها إلى الحسابات البنكية. فأغلب الموارد المحصلة في أمانة العاصمة صنعاء استأثر بها عدد من الحوثيين المقربين من زعيم الجماعة الحوثية.
فقد وصل الصراع بين قادة الميليشيات على الموارد إلى شن حملات متبادلة بتهم الفساد وسط نداءات لزعيمهم الحوثي من أجل التدخل ووضع حد لفساد المشرفين القادمين من صنعاء وعمران بعد أن استأثروا بكل المناصب والأموال في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة تحت حجة المجهود الحربي. مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن.